الثالث عشر من أغسطس من عام 1910 ولد السلطان سعيد بن تيمور الذي تولى حكم السلطنة لمدة 38 عاما من عام 1932 إلى عام 1970 خلفا لوالده السلطان تيمور بن فيصل. اختط السلطان سعيد سياسة اعتمدت على عدم تحميل البلاد ما لا تطيق من الديون، فقرر أن ينفق في حدود الإمكانات المتواضعة، إضافة إلى تسديد ديون الدولة السابقة لعهده. قام بجولات خارجية شملت اليابان وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والهند، ثم القاهرة والقدس في سبيل تدعيم علاقاته الخارجية. وفي عهده تم حل النزاع الدولي على واحة البريني، إضافة إلى سيطرته على الوضع الداخلي. ولعل الحدث الأبرز في السنوات الأخيرة من حكمه هو اكتشاف النفط في عمان، وبدأ تصديره في أغسطس عام 1967. توفي السلطان سعيد بن تيمور عام 1972. الثالث عشر من أغسطس من عام 1974 توفي الفقيه والقاضي والشاعر حمد بن محمد بن زهير الفارسي، المولود في فنجة سنة 1921. رحل إلى نزوة لتلقي العلم، كما درس في مسجد الخور بمسقط. توفي والده وهو لا يزال صغيراً، فنشأ في رعاية جده. تولى القضاء في عدة ولايات في عهد السلطان سعيد بن تيمور، وكذلك في عهد جلالة السلطان قابوس بن سعيد. توفي في حادث مروري تاركاً عدداً من الأراجيز والقصائد والأسئلة والأجوبة النظمية.